حبيب، أختنا لها قضية تقول فيها: إذا تعرض الإنسان في حياته للإساءة والإيذاء من الناس كالغيبة والنميمة والاستهزاء والظلم، فهل يقابلهم بالمثل تمشيا مع الآية الكريمة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أو يعمل مع الآية الأخرى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ لأنني في حيرة من أمري، إن عملت بالآية الأولى أجد أنني خسرت كثيرا من الناس وبدأت العداوة تتجدد، وإن فعلت بأمر الآية الأخرى أحس أن القائل يتمادى في فعله بسكوتي، وأيضا عند سكوتي أكون دائمة التفكير فيما قالوه عني. أرشدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الأولى العمل بالآية الثانية، العمل بالآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذا هو الأولى والأفضل، وهذا يزيل أذى الخصم وتطاوله على خصمه، بل يخجله، بل يخجله عند ذلك. وإن عمل بالآية الأولى وهو القصاص فهذا عمل جائز، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله أباح القصاص بالمماثلة وغير زيادة، وحث على العفو، ووعد بالأجر الذي يؤتيه الله من عفا عن ظالمه، وهذا وعد كريم من الله سبحانه وتعالى، هذا أحسن له وأحسن وأحسن من القصاص. الحاصل أن كلا الأمرين جائز، القصاص والعفو، ولكن العفو أفضل وأحسن.